لو كان كنا أعزاء ما تحكمناش فرنسا قرن و 32 سنة. وشاهد شاهد من أهلها وسمته بكثرت ما تيبدا تيهبل علينا ما باقيش تنتبعوا معاه بزاف في الاخر. ألجيريا تاع الجزائر انا بك درنا نودرو شد في الاصول تاعك علاش تغلط على شد عبد الغني ابو معني راجل تونسي فميش راجل تونسي يقول لمرتك عندك في رمضان كان احمر موهب في سبيل الله عمرك موهب في سبيل السلام عليكم. يا لالا مرمو في سبيل الله. السلام عليكم. فيديو جديد. طرار القشاب السياسي نا هو مخنزر معنا حاضر واخا هكاك. حاضر ناظر. ديما مروكو. لا ديما مغرب ديما مغرب. لا خلي اصحاب مروكو بوحدو لا لا كنا كنا مغاربه كنا مغاربه ماروك لو ماروك كنا مغاربه ماشي لو ماروك ليتس جو وجدنا المونتاج فيديو اونيفا فيديو الناس تاع لو ماروك وداك الشيء يلا انا ماشي واخا جو سي با توا الفيديو المونتاج وجدنا فيديو كرهولي جدا نشوف واش واقع على بركه الله ليتس جو يا عيني قلت سيدي فقط في الجزائر لكي تصلي في المسجد يجب أن تمر من الكاشف الضوئي ويتم تفتيش الرجال والنساء فاتوا المطر من اللي مدنا الكاشف الضوئي عشان دي نجيب خلو الطرق تاعنا جلو ستا الطرق تاعنا يا متعز لا كاشفة على ديالنا لا واخا هكاك سري وين انت ما قالك لابس اوفر سايز شورت انا فراس كاس الجامع هذا هو نفسه اللي صلى فيه سي عبد المجيد دايرين ديك الخطه تاع 4-4-2 لا دايرين الخطه تاع فريق تسود اش جامع جديد داك الجامع الكبير اللي يلاه دقات لي واحد الفيديو شفتو داك النهار في هذا الجامع هذا يا ربي سمح لي ما تنضحكوا على حد ولكن ما يمكنش واحد الفيديو شفتو نورمالمون قبلها بيان سور الناس هكا تيشوفوا الفيديو شفتو الامام القدام مع شي ناس تيصليو معاه وكاين واحد الامام هنا في الوسط مع ناس اخرين تيصليو معاه في نفس الوقت ماشي تسالا الصلاه كيفاش ما فهمت والو بينو هكا فيديو لا ما عجبكش هذا الامام هذا سير انت هذاك ما فهمتش راه بعدا هما الجامع صوبوه باش زعما يسدو زعما يغطيو على جامع الحسن الثاني اللي في كازا حيت قال لك اكبر جامع في افريقيا زعما وراه الجامع خصو يكون لله ما كنت واش انت دايرو باش تنافس فيه ولا وراه الجزائر اخويا ما عندهم ومعيط لشركه صينيه اللي مصوبه اللي بانيه كيفاش زعما باش علاش هما ما عندهمش ديك اش تيقول لها بنيه تحتيه ما عرفتش انا شوف داكشي كله ما مفهومش الله يستر لهم حنا ما قلنا والو الله يتقبل من الجميع المهم هما تيديروا التفتيشات في باب المطار زعما في باب الجامع غادي نبيت الاختيار شي رائع اميزينغ تبارك الله عليكم وتبارك الله عليكم ايها الناس هنا بان لي هي هذيك الخطه اللي قلت لك نتاع واحد 100,000 لا دايرين مهاجم مهمي مهاجم مهمي هذاك دابا شو يشرح لي كيفاش اش من دين هذا واش من صلاه هذه ما فهمتش دابا هذا الامام واخا نيسر بعيد بزاف على المصلي بعدا على المسمى شو المسمى هاي نقول واحد الصفيف لا شاد البعد كامل وصفيف المهم ما طرابس ماشي مشكل المهم ديما الامام القدام ما مهمش شحال المسافه في كورونا دابا هذا المسمع هذا اللي قال لك المسمع هذا هو اللي تردد من مورا الامام بنفهم هذا المسمع هذا اش التسلل تما داير واش ما شافوش الاربط ديال التوش واحد فيهم فيه كورونا واش من كورونا ما شي ما فيه
هاد الشيء راه ما قال ودبون ما بغاش يبان وجوههم خايب. ما فهمتش كيفاش خلاو هذاك السي عبد المجيد. واش حتى تبارك الله السي عبد المجيد لابس تعجم داك الشيء اللي لابس ما جزائري. تاع اللباس يقول له تحجم جزائري ولك سلام مغربي لك فوقيه سعوديه واقيلا الامارات. المهم اش بان لك في التسلل دابا اخويا؟ شنو هادشي؟ انا ما بقيت عارف، ما بقيت فاهمش مع الناس اش واقع. صافي صافي ليك صلاه عيد الفطر بالجزائر بطقوس جديده. طقوس جديده ترى هادو فاتو ايران. هذا مستر لايا رياكشن صح مستر لايا تنتفرج فيها مره مره ناضي. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. وبيني وبينك مهم باش ما نطلعوش لنا كوبي رايت على خلي لايا يهضر من مراخج من الجامع وتسالم مع صاحبه الثاني. انت زعما يلاه قلت ليه تحيه وباش يضرب كوبي رايت صاحبي؟ ماشي هو اللي بغى يضرب غير اليوتيوب. نخلي السيد بلا ما دوزنا الفيديو واضح. المهم فهمنا اللقطه، حنا نهضروا عليها ندوزوا لحاجه اخرى. ولا صاحب كتبها هو منين قلت ليه تحيه ليك؟ حنا الارقام تاعنا الله يعزز عليا. ما نشوفوا صاحبنا عاوتاني السي عبد المجيد قال لك عنده الحق. كانوا 7 الملايين نسمه قتلوا لهم 5 و 630 الف شحال بقاو؟ كيفاش هاد الهضره؟ ما قتلوا لهم 5 الملايين ولا وصلوا 5 الملايين؟ حتى تيقول شي ارقام ما يمكنش. الا عاوتاني وصل 5 الملايين في الهضره ديال الشهداء راه فوت فرنسا كون استعملت النووي ما توصلش لهاد الرقم صراحه. نضربو بالنووي ما يموتش 5 الملايين. الله يحفظو صافي تنضحكو. هادشي ما خدامش. اللي عنده معاه هواتف برو يقاد ليه الاعدادات. سمعتي دابا حيت غنسمعو الارقام. الارقام هادي مالي شي في خياليه بحال هضرت مع اهلا في الفيديوهات اللي دازو على دوك الارقام اللي تيقول بيصاوب. قال لك بيزرع 100000 هكتار هكتار 100000 هكتار بيزرعها غبره الحليب فهم تسطا تخربق بلا ما يوقف لك عقلك. هاد الساعه راه ما كاينش لاش. راه نكملو الفيديو نشوفو السيد اش تيقول. قال لك بيطلع قيمه الدينار. قال لك دابا الدينار ساوي بيطلع قيمته. قال لك قال لك لا بانك سنترال عندها كيفاش دير هادشي؟ اش بعت؟ ما عرفش كيفاش بعدها. المهم هو تيوش ما تياش يرفع قيمه الدينار زعما البنك تاعهم ديالهم ما نتيش عليه. المهم ومن موراها قال لك بيعطينا مثال. قال لك دابا الدينار ساوي 140 اورو. كيفاش الدينار ساوي 140 اورو؟ هادشي اللي قالوا 140 دولار هادشي اللي قالوا. وقال لك بيردوا من هنا واحد شويه دابا هما عندهم اعلى ايه بلا تيستمر معايا من هنا واحد شويه. قال لك خصها تولي 100 دولار بلا ما يوقف لك عقلك بزاف. راه هذاك الشيء مشاكل جدا. السيد بيرفع هو هبط بعدا. اولا الدينار الدينار ساوي شي 0.0014 بعدا دولار. الدينار ديالهم ما يساوي والو. راه ما عرفتش مليون ديالهم شي مليون ديالهم مساويه ما عادش شي 30 درهم ديالنا لو ما عادش شحال. باش دير في بالك. اولا الدينار. وقال لك السيد بيرفعو هو مدوخ بعدا من الهضره. الارقام شوف الارقام هي اجيه في المطلق زين بحال شتو في شي كرتون. شي كرتون نيتورك لا كرتون ايه شي رسوم ديزاين ممكن هاد الجوج هذا ممكن راه شويه في شكل هو كريزي مان. والله الا الارقام تاعنا نال من دخول شوف اش يبي جبت شي كذبه ولا جبت شي سطحه ولا شي رقم خيالي شي انا نعاودها من الاول الفار. حنا الارقام تاعنا نال من دخول الاستعمار حتى الخروج فيه 5,630,000 شهيد. بغى يمشيو صحه هذاك وراه مفتخر بواحد بغى يمشيو صحه للجنه ومفتخر بالجهد في هذوك الناس اللي ماتوا وكل مره تزيد في ذاك الرقم. يا كريم ماشي انت زعما الجزائر كامله كلها
ولا يلا شوف الشهيده انت راسك علاش بغيتي تما واحد لا قال لك تيتي الشهيده شكون اللي قالها هي هما اللي قالوها هي هادشي غير لسان اللي يقولها هي اللسان اللي يقولها وداك الوقت الجزائر كان داير 7 ملايين نسمة ها شو شو باش تعرفوا هو ما كاينش ما عادش دواء تيضرب خيالي ولكن شوف كنت نقول لك ديما سي عبد المجيد داك الدواء فوتو ولكن تنصحك انك تكمل عليه باش نضحكوا مزيان ونشطوا معك ديما الحمد لله المهم قال لك ديك الوقيته كانوا 7 ملايين شتي قال لك ماتوا 5 و 600 باش تبعوا ها شحال 630 بقى 370 على سميتو على واحد يعني 1,370,000 اللي بقاو 2 ملايين تقريبا ولا بحالو 2 ملايين عاودتي انا كملوا معاك كان شي ندير 45 مليون كما قلت ما عرفت انا شي فاش تيبي يقول خرج شي حاجه هو براسو ما عارف ما فهمهاش تيبدا تيصرط الهضره راه نسمع هذا الاخر انا ما تيدويش اللغه اسمع اسمع هذا الاخر الوقت الجزائر كان داير 7 ملايين نسمع اسمع كان شي ندير 45 مليون كما قلت أجن 45 مليون بس عبد المجيد واش ما قاريش بعدا هو ما قاري والو ما يمكنش هاد الارقام اللي تيخرج على فم حيت بزاف المهاجم الوهمي هو عبد المجيد هو المهاجم الوهمي هو المهاجم الوهمي هو سي ابراهيم دياز ديالنا ابراهيم دياز مهاجم الوهمي طنح تيلعب مهاجم الوهمي جزاك الله خير عبد القادر زيدو عبد القادر السي ابراهيم عبد القادر المرا تاعنا ولدنا اي قال لك واش عندكم شي نصيحه لعمنا دبون لك جديد قال لك ها ليبيا حطوا من ليبيا حطوا قال لك بوجو نشوفوا ليبيا اش قالت عليه اوردت صحيفه المرصد الليبيه نقلا عن مصدر بالمجلس الرئاسي باش نقراو قال لك تفاجأنا بحديث الرئيس دبون عن انفاق اتفاق معه ومع تونس لتشكيل كيان مغاربي بين الدول الثلاث دعوة الاجتماع الثلاثي كانت من طرف الجزائر وتطرقت للتعاون الأمني التعاون الأمني هادشي باش زكاو معاهم ليبيا ما كاينش شي حاجة أخرى وهو تينطق تيقول لك في ديك المؤتمر راه تيدير بحال ماكرون بحال هكاك تيدير ماكرون مرة تيجيب الصحافة ويجلس يتناقش معاهم كبير هذاك ماكرون تا هو المهم ليبيا نفيا الحكومية الليبية لوجود أي اتفاق مع الجزائر وتونس بشأن تشكيل كيان مغاربي بين الدول الثلاثة وأضاف المصدر أن المجلس عاد كيفاش الفكرة الحماق نتاع أن بغى قال لك كيان مغاربي بلا مغرب هادشي كولو بالي بنادم صافي بيه بلاتيك الحرب وقول رانا نتفقوا ثلاثنا على المغرب بحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن وجود اتفاق مع كل من ليبيا وتونس لتشكيل هذا الكيان وأكد المصدر أن الدعوة لهذا الاجتماع الثلاثي كانت من طرف الجزائر وتطرقت للتعاون الأمني والاقتصادي بين الدول الثلاث الله يحفظ الله احنا تنضحكوا تنشطوا هكا ولكن الله يدير شي تاويل الخير لذاك الشعب الأحرار ماشي اللي متبعين الحكومة ديالو المهم ما تهضروا على الشعب الاحرار الله يجزي لهم شي داود الخير نبينا لهم هي الخير ولكن هذا الشيء اللي يدير لهم تبون على الى ثلاثيما فيما يتعلق بالحدود المشتركه شتي التعاون الامني على قبل الحدود واضاف ان المجلس الرئاسي الليبي يقف على مسافة واحدة من مختلف الأشقاء في دول المغرب العربي ويدعم وحدتها وسيادتها وتسوية الخلافات وسيادة. بالحوار البناء تا يدق عليهم تيقول لهم انا مع السياده مع كل شيء بلا ما نطولوا الهضره والنقاش هذا الخاوي سيدنا الشيخ الراجل ينجم يقول لمرته نحب هادشي تونسي هادش ما ينجمش بك في رمضان ما تفطرش سمعتي قال لك نحبك في رمضان ما تفطرش ما ينجمش عليه كيف زعما دابا سولاتو قالت ليه واش الراجل العادي يقول لمرته في رمضان زعما في وسط النهار في رمضان نحبك قال لي عالف قير التونسي بقى التونسي تابو كوبي قال لي عمين جمش زي ما دايش لي ما خصوش يديره فاطر وفطرنا الكل معنى موش بتاع قلت لي فاطر قال لي فاطر هي تقول لي زي ما وراء فطرنا كلنا زي ما حيث العادي الراجل يقول لمراته نحبك هي تقول لي المرأة وفطرنا كلنا
اش جاوبها؟ انا نقول قولي علاش؟ علاش؟ تعرف علاش يسمى فاطر؟ خاطر يكذب. مش خاطر خلاها نحب ابو معناه فماش راجل تونسي فماش راجل تونسي يقول لمرتك تحبك في رمضان مستحيل كاشي فما حكايه عنده غايه في جرتك يا عنده شي حاجه وغايه لا شوف ما تجيش على الفقهاء ديال تونس ولا الائمه ديال تونس عليه الله لا ما تجي عليهم انا تنضحك وبعد عاوز عبنا والتاني ليك شكون دخل الصين الامم المتحده اشكون دخل الصين الامم المتحده ياك ولدي اسمع حنا شكون دخل ياسر عرفات الامم المتحده لا ما كان واخا سيدي قالك اول انسان هبط للكره الارضيه ناري ناري على اول انسان هبط للكره الارضيه حنا شكون وقف الحرب العالميه الثانيه حنا شكون داير الفيتن فيما يحط فين ما يحط رجله حنا هادي داك هذا اللي كتب هادشي هو اللي دارها شكون داير الفيتان فين ما فين ما حط رجله فين ما يحط رجله داير الفيتان هما حنا هما هادو زعما الجزائر ولا كلشي كتبان شي دوله هبيله ولات من بوده قدام العالم هي بسبب هاد الكبرانات وهاد هاد التصوير هاد السي هوم عبد المجيد حيت هو تصويره هو تصويره ما هو هي بحطوط هي ديكور ولكن هو تصويره الوهمي اجي نسمعوا اش قال اجي تاع الدبلوماسيه تاعنا ولكن دبلوماسيه فعاله وما طرف بها حنا لما خدينا معركه باش دخلنا الصين الامم المتحده وجمدنا تايوان دخل الصين الامم المتحده وجمد تايوان ندمنا ونجحنا فيها ونجح شكون اللي دخل المرحوم المجاهد المرحوم ياسر عرفات الامم المتحده احنا ياك ولدي شكون اللي خلاه ياخذ الكلمه امام الجمعيه العامه احنا واللي بغى يحاسب يجي يتحاسب ديما في هذا الفيديو تاعو تقول لكم ديك النجاح حليفه دعنا نمشيو بال وين تحط رجلها النجاح حليفه حق تقول لهم ديك سميت الجماعة شكون انا احنا شكون انا احنا ايه ديما ما عندناش اطماع لا اطماع اراضي لا اطماع في المحيط الاطلسي لا اطماع في اراضي سمع ولا اطماع مالي ولا اطماع ماليه ولا اطماع جاه ولا لله. اطماع حراته بيننا لا شو ما قالش لله ما قالش داكشي ماشي لله تاريخ حافل بالامجاد ملايين الشهداء باقي شفت حرف ايكس وتاريخ حافل بالامجاد ما عرفتش من امجاد اولا ما كاين حتى حاجه في التاريخ ومن مورا تيقول لك من مورا ديريكت ملايين الشهداء زعما الامجاد هما الشهداء جايبي وما نظلمش ودائما مع المظلوم اييه ولا على حساب اخي صديق ما تاش قال في الاخر بكثرت ما تيبدا تيهبل علينا ما باقيش تنتبعوا معاه بزاف في الاخر مظلومش ودائما مع المظلوم ولو على حساب اخي وصديق ولو على حساب اخي وصديق زعما راه تينصر المظلوم ديما اجا واجد واتس ذيس قال لك ميسان اي تري فورت ايه عاد فكرت هادي يا سيدي زي شو لابسه تونيك المغرب هادي واحد السيريه تتبيت شويه ديما المغربيات هنا خلصينا ها بين جزائريه بقميص المنتخب المغربي ها هي ماشي ها هما شتيهم باش يبقاو يديروا هادي مغرب وانا نقول كوت ديفوار على هذا شوف دابا بالعاني تيديروا هادشي باش يشوهوا تصويره النساء المغربيات شوف تيبقاو باش لي كومونتير يكتبوا هذا وتيبقاو منهم بزاف هادو كلهم تيكونوا بيناتهم تيبقاو تيكتبوا هما زاد داك الدوبه بالالكتروني ديالو